بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 242: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يجب الإيمان بذلك تماما. وقد ذكر المؤلف الإمام ابن تيمية رحمه الله هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. ونؤمن أن الله تعالى علم كل شيء وكتبه قبل خلق المخلوقات. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله عز وجل خلق القلم وأمره أن يكتب بكل ما هو يكون إلى يوم القيامة، فكل شيء مكتوب عند الله جل وعلا. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، أي لم يكن ليفوته، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام، أي التي الأقلام التي كتبت المقادير، وطويت الصحف التي كتب فيها المقادير، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. سبحان الله. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. سبحان الله. فالله علم كل شيء وكتب كل شيء، فعلى المسلم أن يرضى ويصبر بقدر الله عز وجل، ويتوب ويستغفر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين في بطن أمه قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. اللهم اجعلنا سعداء يا أرحم الراحمين. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل.
فالذي ينكر هذا يكفر لأنه كذب القرآن والعياذ بالله. فالدرجة الأولى تتضمن أولاً الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، فالله علم كل شيء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلاً وأبداً كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلاً. ثانياً، أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور أي صغار الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قال المعلق رواه مسلم بلفظ: كتب الله مقادير الخلائق جل جلاله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكما في الحديث الذي ذكره المؤلف الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال المعلق رواه بنحوه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم رحمهم الله. قال الترمذي رحمه الله: حسن غريب. وصححه ابن جرير الطبري رحمه الله في التاريخ، وابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، والألباني رحمه الله في صحيح الجامع: إن أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول هنا بالنصب، إن أول على الظرفية، والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه، وقد روي بالرفع أول على أنه مبتدأ وخبره القلم. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم رحمه الله في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. الإمام ابن القيم رحمه الله اختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية قصيدة للإمام ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. العرش قبل القلم ثم القلم. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أي يفوته، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ،
فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلاً يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمه: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. اللهم اجعلنا سعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المعلق من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه أي يفوته، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. انظر صحيح الجامع كما رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم مرفوعاً وموقوفاً. فهذا تقدير خاص أي الجنين، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديماً، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف أي لا يعلمه إلا بعد وقوعه. ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. قال المعلق: معبد الجهني هو معبد ابن عبد الله ابن عليم الجهني البصري، أول من قال بالقدر. نهى الحسن رحمه الله عن مجالسته، وقال هو ضال مضل، قتله الحجاج 80 هجرية، وقيل صلبه عبد الملك بن مروان. انظر ميزان الاعتدال كتاب والأعلام. وغيلان الدمشقي هو غيلان ابن مسلم ابن أبي غيلان أبو مروان الدمشقي، كاتب بليغ، ثاني من تكلم في القدر، أخذه عن معبد الجهني، صلبه هشام بن عبد الملك بدمشق بعد عام 105. انظر الأعلام. الحمد لله، فالذي ينكر القدر ينكر علم الله بكل شيء وكتابته بكل شيء، فهو كافر لأنه كذب الكتاب والسنة. وأما الدرجة الثانية، الدرجة الأولى أن نعلم أن الله علم كل شيء في الأزل، والثاني أن الله كتب كل شيء. هذا هو الدرجة الأولى، تتضمن علم الله بكل شيء في الأزل وكتابته في كل شيء في اللوح المحفوظ. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم اجعلنا منهم. ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد سبحانه وتعالى. فهذه
الشيء الأول من الدرجة الثانية الإيمان بأن الله بأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن كل شيء بمشيئة الله جل جلاله. وأما الدرجة الثانية فهي تتضمن شيئين أيضاً، أولهما الإيمان بعموم مشيئة الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا، فكل ذلك بمشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالعباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام، ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلاً بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره بالفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومشيئة العبد تحت مشيئة الله عز وجل، كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه لحكمة، ويحب ما لا يشاء كونه لحكمة. فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، الله شاء وجود إبليس وجنوده لحكمة ليبتلي العباد. والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين، الله يحب من الكافر الإيمان، ويحب من الطاعة من العبد الطاعة وتوبة الفاسقين، يحب من الفاسقين أن يتوبوا. ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فكله بمشيئة الله، ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. نسأل الله أن يثبتنا جميعاً على الإسلام والإيمان، ويغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والعباد فاعلون حقيقةً، والله خلق أفعالهم. العباد فاعلون والله خلق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. العباد هم يعملون، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلاً لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمه الله، غفر الله له وأجزل مثوبته، آمين: إن العبد إذا صلى وصام
وفعل الخير أو عمل شيئاً من المعاصي، كان هو الفاعل لذلك، كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء. وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع، وهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة، ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة، ومعاقبون عليها. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت بعقل وحسا وشرعا ومشاهدة. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم، كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد، خيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتهم وإرادتهم، هذا يعترف به كل أحد. فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. فهذا هو الحل الذي يحل الإشكال، ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة، وصرف عنهم الموانع، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. اللهم اجعلنا سعداء، ويسر لنا طريق السعادة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه، فولاهم ما تولوا لأنفسهم. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب العالمين. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات، فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه والأشياء بمشيئته، إنما يكون وفقاً لما علمه منها بعلمه القديم، ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقةً لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء، إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلاً لا ينافي نسبتها إلى الله إيجاداً وخلقاً، لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قال المعلق: الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة،
قال ما رواه أبو داود رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وفي سنده زكريا بن منصور قال الهيثمي في مجمع الزوائد رحمه الله، وثقه أحمد بن صالح وغيره وضعفه جماعة. فيجب أن نؤمن بالقدر، وظل في القدر طائفتان كما تقدم. الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعاً وموقوفاً. وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبينما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف. فرجحوا جانب الأمر والنهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم يزعمون أن العبد يخلق فعله، فالعبد فاعل والخالق هو الله. العبد فاعل والله عز وجل خلق العبد وخلق فعله. لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقاً مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. فلهذا مجوس هذه الأمة، وقولهم باطل، لا خالق إلا الله جل جلاله. العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم. والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، فاتهموا ربهم بالظلم جل جلاله سبحانه، وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه، ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. الجبرية هم الجهمية، يقولون العبد لا قدرة له، الفعل فعل الله. وهؤلاء ضلوا وكفروا، لا خالق إلا الله، فالعباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم. فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. الإيمان قول وعمل، قول القلب أن يستيقن القلب، وقول اللسان أن ينطق بشهادتين وما يجب النطق به، وعمل القلب وهو الاعتقاد، واللسان أن ينطق بما يجب النطق به، والجوارح العمل بما أوجب الله. قال المعلق: قول القلب تصديقه وإيقانه، قول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة والانقياد، وعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به
كتلاوة القرآن وسائر الأذكار وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع والسجود. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما عملت طاعة يزيد إيمانك، وكلما وقعت في معصية ينقص إيمانك، فعليك أن تتوب إلى الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. فالإيمان المطلق الإيمان الكامل يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه،